اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي. في الاسبوع الماضي قامت ايران للمرة الثالثة بقصف العراق، بالاعتداء على العراق، وهذه المرة يعني بالصواريخ والطائرات المسيرة، وفي مناطق كثيرة في شمال العراق، وأدت إلى نزوح عوائل كثيرة، عشرات من العوائل، قتلة أعداد من العراقيين. وهذا يجري كله وسط عجز حكومي واضح طبعا ومتوقع من اتخاذ أي موقف أو إجراء ضد إيران بشأن اعتداءاتها المتكررة على العراق. يعني إيران تتحدث من خامنئي إلى أصغر واحد بيها من ذول اللي يحكمون العراق فعليا، هم تحدثون عن احترامهم لسيادة العراق واستقلال العراق، لكن هم أول من يعني استعمل سيادة العراق واستقلال العراق ورقة بيده، وأول من خرقها وجعلها خرقة بالية، وأول من جعل كرامة وطن كامل ممرغة بالوحل. هذا واقع الحال. هؤلاء الذين يحكمون العراق مصيرهم وإرادتهم مملوكة بإيران، لذلك يعجزون لا يتحدثون. المصيبة أن هذه الأحزاب اللي تدعي، البعض من عندها يقول أنه فصائل المقاومة، مقاومة من لا أعرف، يدعون أنهم مقاومة وأنهم وطنية، هذه الكذبة الكبيرة اللي ما يعني ما في يوم قاوموا وكانوا خدم للأمريكان وخدم للمحتلين. هؤلاء اللي يدعون الوطنية يعني يسكتون تماما، بل بعض منهم يبرر هذا ليه، يسوق هذا العدوان على أنه شرعي وأنه طبيعي، وأنه من حق إيران أن تعتدي على بهذه الطريقة وأن تضرب هذا يعني ما يسمى بالخارجية العراقية حاليا. هذه الحالية أصدرت بيان وهكذا قالت نرفض بشكل قاطع القصف، البيانات التي لا تغني ولا تسمن ولا تعني شيئا، قالت نرفض بشكل قاطع القصف الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ، وهذا يشكل خرق لسيادتنا. أن تتحدث عن شيء تخرقه يجب أن يكون هذا الشيء موجود، يعني أن تتحدث عن خرق السيادة يجب أن تكون السيادة موجودة، أن تتحدث عن من يخرق القوانين يجب أن يكون القانون موجود ومطبق على الجميع، أن تتحدث عن كرامة شعب وكرامة وطن يجب أن تكون الكرامة موفورة ومتوفرة وترعاها حكومات وترعاها قوى، هاي الحقيقة كلها غير موجودة. أن تتحدث عن نهوض يجب أن يكون النهوض موجود، أن تتحدث عن بحبوحة اقتصادية، عن تنمية اقتصادية يجب أن تكون موجودة. لا تكذب على الناس، يعني مثل ما يكذبون تحدثون عن الرفاهية في العراق والفقر، 12 مليون عراقي تحت خط الفقر، والبطالة 15 مليون عاطل عن العمل، والناس تهاجر، مصيبة كبيرة وتحدثون عن الرفاهية، هذه ما حد الشعب يقبلها. ومن ضمن هذا الحديث أن تتحدث عن سيادة، خرق السيادة يجب أن تكون السيادة موجودة لكي يخرقها أحد، وما هي الإجراءات التي تتخذ، كيف تواجهون هذا الخرق، ولماذا يستطيع طرف من الأطراف أن يخرق السيادة العراقية وكيف يخرقها. وهناك نواطير وهناك حماة، هناك فصائل مقاومة مثل ما يقولون، هذا الحقيقة. رئيس الوزراء الحالي عندما قصفت بعض مناطق شمال العراق كان في زيارة خارج العراق، طبعا لم يقطع زيارتي ولم يعد الى العراق، وهو القائد العام للقوات المسلحة، للتنبيه فقط، هو القائد العام للقوات المسلحة في كل دول الدنيا. عندما يحدث اي طارئ، اي مسؤول في الدنيا عن قطاع معين يحدث في طارئ، يعود مباشرة الى بلده. اما المسؤول الاكبر اللي مسؤول عن كل القطاعات، فاي خلل او اي طارئ يحدث في اي مكان حتى لو كان يعني أمطار وسيول، يعود إلى بلده. وهذا ما شاهدناه من كل المسؤولين وحرصهم على شعبهم
إذا كانت حادثة سيارة، سيارات يعني متسلسلة وسقطون بها، وسقطون بها قتلى أو موتى، يعود غرق عبارة، غرق ما أعرف فيها يعود. أما قصف دولة أخرى تقصفك وأنت لا تعود، هذه مشكلة كبيرة. وأنت يعني القادر عن القوات المسلحة والقضية العسكرية والقصف بالصواريخ والمسيرات. واحدة من النكات المضحكة المبكية، لا أعرف ماذا نسميها، أنه البرلمان يوم 22 تشرين الثاني 22/11 وبعد هذا القصف وعلى هذا يعني نشر على وسائل التواصل الاجتماعي قبلها يوم 21، هو نشر يشير إلى يوم 22 ويقول أنه يوم 22 تشرين الثاني هناك موضوع واحد سيناقشه البرلمان والكل يجب أن يحضر، هو موضوع الجلسة التي ستعقد تحت عنوان حفظ سيادة العراق. مع الأسف الشديد بعد 20 سنة من حكم، بعد 20 سنة من الاحتلال ومجيئكم مع القوات الأمريكية، هي اللي أتت بكم وحمايتها لكم، وكل الدنيا تناصركم، وكل تشيد بكم وهي كذبة كبيرة، والإقليم معكم والمجتمع الدولي معكم والمجتمع العربي معكم والجامعة العربية معكم والأمم المتحدة معكم والمنظمات تستطيع أن تتحدث عنكم، والكل الأصوات يجب أن تخرس وشعبكم تذبحوا، وأنتم تتحدثون عن موضوع برلمان، ما يسمى بالبرلمان الحالي اللي هو يمثل على أساس الشعب وهي كذبة كبيرة، يتحدث يعني يضع في موضوع حفظ سيادة العراق. انتو يعني هذه افتراض متحققة وشنو تناقشوها؟ يعني ماشي سيادة العراق غير محفوظة، ماذا ستفعلون وماذا فعلتم؟ ما هي اجراءات البرلمان الحالي العتيد هذا ورئيس البرلمان والكل، ماذا، ما هي اجراءاته؟ يعني فقط هي ظاهرة صوتية وحديث و كلام كذب والناس يجب أن تصدقه. ما الذي يعني ستفعلونه؟ ما ستقولون لإيران؟ هل ستجيشون الجيوش؟ ستقفون على الحدود؟ تمنعون إيران؟ تردون على إيران بالقصف؟ إيران قالت إنه قتلوا سليماني ضربت ما أعرف كم صاروخ وتحملتوها وأنتم على الأراضي العراقية ماشي. طيب هاي إيران ردت عليه، طيب أنتم ما تردون على قصف وقتل مواطنيكم؟ على الأقل، على الأقل يعني يعني شو اقول، على الاقل شنو هو؟ اي مستوى لا يمكن ان تحقق؟ مجرد بيانات من وزاره الخارجيه، احاديث من هنا وهناك، احنا متمسكين بسيادتنا، احنا متمسكين باقتصادنا، وش حد اللي كذا نقطع ايده؟ هاي الكذبه الكبيره هاي. اين هي السياده التي يعني صدعت رؤوسنا بها واللي تدعموها؟ هذا يعني هذا البرلمان العتيد هذا اللي يسموه برلمان، وين هي السيادة أساسا حتى تحافظون عليها؟ وش راح تسوون؟ يعني ما هي إجراءاتكم إذا ذلك؟ ما في شيء. يعني هي سيادة تخترق وهي مخترقة، هي غير موجودة ومخترقة وبالية ومداس عليها بأحذية الآخرين. وأنتم تتحدثون عن شيء وهمي غير موجود، شيء انتهى وذهب من زمان. إيران وكل دول لا تعتبر العراق عنده سياج وعنده استقلال وعنده سيادة، ولو كان العراق عنده استقلال وسيادة وحدوده محمية ما نملأ بالمخدرات ونملأ بالمجرمين والإرهابيين والأذى والسوء والميليشيات والمصايب والسلاح المنفلت هذه كارثة كبيرة. فبالتالي العراق نعود إلى نفس النقطة الأساسية، أن هناك خلل بنيوي في هذا النظام الذي يحكم العراق منذ عام 2003 لحد اليوم، اللي يسمونه العملية السياسية هذه اللي بنيت على المحاصصات الطائفية والعرقية. هذا خلل بنيوي لا يمكن إصلاحه، لا يمكن للعراق من سيادة ولا استقلال ولا نمو ولا تطور ولا صناعة ولا زراعة ولا تعليم ولا مستشفيات ولا خدمات إلا بإزالة هذا الإطار السيء، لأنه هذا الإطار السيء هو مخرجات فساد وخراب ورشوة وعدم احترام للسيادة وعدم احترام القوانين وتطبيقها على الفقراء،
تطبيق القوانين والعقوبات على الفقراء، أما الغني والممسوك واللي بظهر الأحزاب والقوى لا يمكن أحد أن يمسه، ومجرد تمثيليات ومسرحيات يعني يعاد إخراجها ويعاد تقديمها كلما جاءت حكومة جديدة منذ عام 2003 لحد الآن. 20 سنة الشعب العراقي يشاهد هذه المسرحيات المعيبة الفجة الرثة من هذه القوى العصابية، هذه القوى الميليشياوية التي تحكم العراق وتسرق أمواله وتسرق كرامته وتسرق سيادته واستقلاله وترهنها للآخرين. هذا واقع الحال. فبالتالي يعني هذه الميليشيات تسمي نفسها فصائل مقاومة تثور إذا مو بلد آخر فعل نفس فعلت إيران، لكن أن تفعلها إيران لا، من حق إيران أن تفعلها، لأنه إحنا العراق مملوك لإيران، مال أبو إيران. فبالتالي يجب على العراقيين أن يسكتوا، وإذا ما إيران استخدمت كرامة وهانت كرامة العراق واستقلال العراق فمن حقها أن تفعل ذلك، لأنه هذه القوى التي تحكم العراق مملوكة لإيران، وهي من تقول نعم، يعني إيران أقصد من تقول نعم وتقول لا، وعلى هؤلاء أن يقولوا سمعا وطاعة. هذا واقع الحال. فبالتالي نحن في مأزق كبير لا يمكن أن يخرج منه العراق إلا بانتهاء هذا الخلل البنيوي الكبير الذي هو اسم العملية السياسية بكل أحزابه وبكل قوى وبكل تنظيماته وكل ميليشياته. إن لم تنتهي هذه لن تقوم للعراق قائمة، ولن تكون له لا سيادة ولا استقلال، والكل سيعتدي عليه والكل يتطاول عليه والكل يتطاول على كرامته وعلى أهله ودمائه وأرضه وثرواته. هذا واقع الحال، وإرادته وقراره يبقى مرهون للآخرين مع الأسف الشديد. وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين، أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين أستودعكم والسلام عليكم.